إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظاً على الصحة العمومية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزنكة بوضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة الحلويات الحلقوم تحت اسم تجاري إزمير. العملية جاءت أثناء تنفيذ دورية للمراقبة العمل الإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوضيب المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، أين تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات. على الفور تم مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش التابعين لمفتش التجارة للمقاطعة الإدارية ببئر مراد رايس. وبعد المراقبة تبين أن صاحب الورشة يقوم بإنتاج وصناعة حلوى الحلقوم في ظروف صحية غير ملائمة وسط انتشار الأوساخ والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية، عدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات. على إثر ذلك تم إتلاف وحجز كمية من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري والمقدر قيمتها المالية الإجمالية ب 55 مليون و 673 ألف سنتيم، بالإضافة إلى حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر تقدر قيمتها المالية ب 19 مليون و 129 ألف سنتيم. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.